هي من أقدم الدول. طبول الحرب تقرع في المنطقة؟ لا، الحرب بمعناها الشامل لا، ممكن تكون عمليات تصفية حسابات وتحييد مطار دمشق والصراع على الغاز، كل هذا الكلام ضمن إطار الصراع طويل المدى. لا يوجد حرب بمعناها الشامل بالمنطقة قطعا. مستمر هذا الوضع كما هو؟ يستمر. ضربات جراحية موضعية؟ نعم نعم موجودة، ويحاول كل طرف تسجيل نقاط على الطرف الثاني، وإلى الآن الجانب الإسرائيلي لا يزال فائز بالنقاط مع أنه مأزوم داخليا. حلوا الكنيسة اليوم. إسرائيل دولة مؤسسات، إيران تحاول صراع محتدم، في انقسام محتدم وحاد جدا، انقسام محتدم لكنه سائر، وعلى الواقع إسرائيل تحكمها مؤسسات ولكنها أوهن من بيت العنكبوت. شكرا جزيلا لوجودك معنا أستاذ علي الشمري، شرفتنا كالعادة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، دمتم في أمان الله.